ايوه العب في الموتى. بسال على الجم طار ممتاز وصقر الجديان طار وراو في نفس الرائع رائع جدا مبروك ألف ألف ما تستعجل ما تستعجل يا كرم الله كله حيكون تمام سعيد فعلا يا كرم الله حيكون المفتاح لكن الهداوة الهداوة يا رب الدكرة اسمع زود ما يا هوزات يا هوزات والله العظيم يا زول انت سعيد؟ بتكلم معاك انت سعيد؟ شفت عبد العاطي عمله فينا سعيد؟ يا اخي انا اخوه سعد انا ما سعيد انا اخوه سعد ممكن تبايعونا بعد ده؟ لا يا حمدان ارفع السمك انك ما بنعرف زولك لو شرب معانا؟ شنو يا جماعه انتوا ما دام تبايعونا ولا شنو يعني؟ ما تكون يا جماعه نحن اتفقنا انت قلبي تغباني؟ صورتك في الجرايد ليوم اللي انا قاعد عندي في المركب قوم يا فضل المولى صحيح يا هدى؟ لا ابدا همست شفتي؟ شفتي الزور؟ شفتي كيف؟ أنا كان لو قوليها لا بالفرنسي وبالأسباني قوليها ليه؟ يا هدى ما تسمعي كلامه خلينا في المهم نحن سمعنا كده إنك هتدرسي في الوحدة هنا الكلام ده صحيح؟ أنا؟ لا أبداً ما وافقت دكتور جعفر بلغ كل الطلاب وليه دكتور جعفر يقول كده؟ سيد كرم الله يا سيد كرم الله ممكن أمشي؟ تمشي وين؟ أي حتة قال لي فيها إنسان يتكلم معاي أنا ما إنسان؟ لا العفو 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 لكن يا أخي لنا أكثر من ساعة ما قلت ولا كلمة
أسر؟ وما خلاص الأسر اللي كملت؟ ما تسأل والله، يعني خلاص لقيتني بري وعاوز تلعب بأعصابي. سليمان قال إنك ورا اختفاء مواطن سعيد حسين سعيد. كذاب. كذاب أنا ولا سليمان؟ أنا عاوز محامي. أنا عاوز محامي. ثاني رجعنا للكلام ده. يا دكتور أنا لو اتكررت معايا الحاجة دي تاني أنا هخلي الجامعة. لا يا هدى، انت لو سبت الجامعة دي أنا فشني يا دكتور. أنا عارف ليه انت بتذكري أجمل إحساس أنا بحسه جوا عيوني. إحساس؟ أي نوع من الأحاسيس؟ تدي أهدي أرجوك يا دكتور وللمرة الأخيرة أنا لا يمكن أقعد معك في الجسم ده. أنا مستغرب ليه بتقتلي أجمل حلم جواك؟ ليه بتهرب من طموحك الجميل؟ عشان بابا إنسان ما طبيعي وهارب وما معرف له مكان أو مختفي. مش ده الكلام اللي قلته للطلاب؟ أنا الكلام ده قلته بابا التعاطف معك وتبرير عشان إنك رفضت تشتغلي معانا في الجسم. بعدين الطلب كان بيسألوني دايما. وبعدين؟ دي كلها قصة انتقطت. السلام عليكم. عن إذنك يا دكتور. انت فاكر دكتور يوسف ده حيزوجك؟ دكتور يوسف ده لو بيزوج كان يتزوج من زمان، لكن انا في الصف واسحب لغاية ما أطلع الشباك يقوموا يقولوا لي الضريبة لازم تدفع كلها. أمشي وأجيهم تاني بعد راجع بعد يومين. حكاية الضريبة دي بقى خلاص إلا أنت يكون عندك حاجات قديمة. أسمع نتحرك جدا سناء. هاي ما وصيك فيه ودع حار جدا ودع حار. يلا يا عبدالعاطف. جامعة. لا لسه ما ظهر. اجي عليك؟ لا ما في مشكلة خلاص ساعة وبكون معك. تكون موجودة. العرض سجال.
بيني وبينكم الله أكبر عليكم. يمينك يمينك صدد أضرب 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 أديو أديو. أنت بيجاي سد الفرقة سد الفرقة سد الفرقة بيجاي بيجاي بيجاي. أها نشيل نشيل شبالك شبالك أديو أضرب هوب. الله أكبر هوب. ولا لا؟ أنا لازم أعرف كل حاجة يا هدى. الكلام اللي قاله الدكتور ده أنا شاهدة عليه. أنت خليكي لسه يا دكتور. نعم. أنا عايز أسألك سؤال. إذا كان الراجل الجد فعلا صاحبه ليه ما فكر يزورنا تاني في البيت؟ قال هو كان مسافر ويمكن تاني هسا يسافر كده، لكن قال كان بزور كل ما كان في إنجلترا وبعرف زوجته. ماما بتعرفه؟ بموافقته تم دخول ابوك المستشفى. لكن بابا كان كويس لما كان معانا في البيت. لا يا هدى، ابوك كان مريض. انتي اسكتي يا هدى. اسمعيني، انا الليله دي جبت مخصوص الليله هنا عشان تقول لك الحقيقه. بالله يعني جايب معك محامي الدفاع يا دكتور؟ هدى انا متهم ولا شنو؟ والله دي مساله ما بحددها انا، بتحددها جهات ثانيه. بعد اذنك يا دكتور. هدى كل الكلام اللي انا قلته لك ما مقتنع؟ ما عايز تصدقيني؟ بعد اذنك يا دكتور. هدى يا هدى. مكانكم مكانكم، ما في زول يفارق مكانه، ما في زول يفارق مكانه. حرب سجال بينه وبين كل يوم الدين. الله اكبر الله اكبر. مكانكم يا رجاله مكانكم يا رجاله، ما في زول يفارق مكانه. سدوا الفرقه سدوا الفرقه. على وين إن شاء الله؟ السؤال ده مش انتهينا ليه؟ ليه؟ مش من حق أسأل؟ لا دنيا، أنا رجل البيت. وأنا ما قلت لك أنا جابر، أنا دنيا. وبقول لك لا، لأنه السؤال بقى بايخ ومسيخ ومكرر. أوكي عموماً سعد سعد حجة بالله؟ وين الحاجات اللي قلت لي يجيب لي معه؟ لا هو يتأخر لأنه سعيد أخوه اختفى وبرضه عاوز نمشي السودان؟ لا لا ده موضوع تاني. سعيد عنده ظروفه الخاصة، لكن أنا في السودان بقى عند أبوي. أبوك إذا عاوزك يجيك هنا. كيف؟ يجيني هنا؟ هيجي هنا؟ لا لا أنت ما فهم حاجة. أنا الفهم ده خليته لك أنت. الأكل جاهز في الثلاجة وأنا ماشي. للمرة الأخيرة مشي ما في. يعني ما أمشي بيت أبوي؟ ولا أنت قايل لي في البلد؟ أنا مولودة هنا وأنت تزوجتني هنا. ولا يمكن قايل لي جيت أقترض؟ دنيا الكلام ده عيب. في كل الأحوال أنا زوجك ومفروض أسمعك. إذا كان كلام معقول، لكن إذا اشتقت للبلد وكلام المرة كان فاس مدة شق راس فالمرة دي ما أنا دنيا بالتلباش مهندس عصام رئيس أكبر شركة في الخليج. ما أكبر شركة في الخليج لعلمك، ولعلمك الباش مهندس عصام ده اللي أنت تتكلم عنه
والدك ده ما موافق على المسألة دي. جبورة، الحاجات اللي جبتها دي خدتها في التلاجة وأنا ماشية. وإذا كان الباش مهندس إحسان ما موافق، ماما موافقة. عن إذنك. يا عمو ماما دايما كده. لكن ماما أنا ما قلت لها أنت سرقتيني ولا قلت لها أنت السبب في اختفاء سعيد. من وين جابت الكلام ده كله؟ ليه قالت الكلام ده؟ هي البادرة جات اعتذرت وقالت أنا آسفة. لكن ليه ماما بتخفي الشنطة؟ على كل أنا بكرة مسافر، وقبل وأنا جاي عليكم غشيت الرايد عز الدين قال لي ما في أي جثة ظهرت ولا في أي أثر لسعيد. أها أنا ذكرت في حاجة غريبة لازم رايد عز الدين يعرفها. في شنو يا عمو؟ كده اندهي لي عبد العاطي. خالو عبد العاطي؟ خالو عبد العاطي هسه بكون في استجواب مع أخته سناء. أشطر متحري في السودان. إخلاص. عيب ما تقول كده على ماما. أيوة كلامه صح 100%. عيب تقول الكلام ده على ماما. أوعد بزعل منك ها؟ يا عبد العاطي. عبد العاطي. عبد العاطي. يا عبد العاطي. يا عبد العاطي أنت ما تسمعني؟ أنت خليني أنا أمشي أسمع ده شو؟ أنا أختك ولا هو؟ ما في داعي للكلام ده. هذا الرجل ده باقي له ساعة ينظف في بلد تاني. بعدين ما قصر معك. لا معاك ولا مع بناتك. عبد العاطي. سامعك يا اخي. اسمع انت في حاجه غريبه جدا حصلت لازم الرايد عز الدين يعرفها. ايش انت عندك النمره بتاعته بتاع التليفون؟ جاي خلاص اضرب لي قول له انا جايين عليك طوالي يا رح. يا سامع لكن يلا يا بنات على اوضتكم يلا. عمو سعد يتذكر شنو؟ والله إلا أكون ساحرة حتى نعرف لك تذكر شنو. بس أنا عارفة. عارفة شنو؟ حاجة عندها علاقة ببابا. بابا؟ بابا حالته تدهورت لما دخلوه المستشفى. لكن يا هدى بابا أوعد قولي حاجة عن بابا كده. يا هدى ما قصدي حاجة، بس بابا عنده حاجة جواب. يعني بابا لما يرجع هتعرف منه كل حاجة. أنت عارفة بابا وين؟ سعيد شامخ صالح سعيد حسين سعيد لسه صامد وشامخ زيك. ثلاثة دكتورة مين عارف ووطيت جايز كان يدوني نوبل. مين عارف حاولوا يقتلوني زي ما قطعوك من جذورك حاولوا يقتلوني ويرموني في النيل.
قايلين النيل ده إله إغريق بياكل أولاده وبيقتلهم. لا، النيل ده النيل ده حنين، النيل ده ما بيقتلهم بين الحياة. لو ما عم نيل ما فرخت وزة، أهو ده النيل. السلام عليك، السلام عليك يا جميل، السلام عليك يا نيل. النيل 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 يا براوح عليك يا جميل. آه الليل النيل النيل يا براوح عليك يا جميل. آه الليل النيل النيل يا براوح عليك يا جميل. آه الليل النيل النيل يا براوح عليك يا جميل. آه النيل 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 يا براوح عليك يا جميل. آه النيل 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 يا براوح عليك يا جميل. تكلمني وانا بكره الصباح اجي اكلمه. يا عبد العاطي انت عارف رائد عز الدين ده ماسك الكيس كله، فاي معلومه نملكها دي مهمه. عسى ولعل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يا اخي نحن اسفين يعني على الازعاج. لا ما في مشكله عادي. هلا الحقيقه انا لانه بكره مسافر ففي موضوع كده مده يعني معلومة أملكك إياها عسى ولعل. اسمع طيب، امبارح أنا وعبد العاطي كنا في سوق السمك، لقينا اثنين صيادين قالوا لي يعني اتكلموا معي باعتبار أنا سعيد، قال لي نحن ما بننسى زول الأكل معانا الملح والملح. وبعدين بس طيب شكرا جزيلا. لا في حاجة تانية كمان، قال لي صورتك في الجريدة باعتبار اني سعيد طبعا الصور منشورة في الجريدة، صورتك في الجريدة لسه معانا. شوف يا سيد سعد، كون سناء زوجته هي دخلته المستشفى وسط صح، وهي اللي ضيعت أوراقك ومستنداتك، ده ما بغير من الحقيقة شيء. سعيد فعلا عنده أشياء غير طبيعية. عيب يا سعد. معقول بزوجته ومولاده؟ عيب. ولا دوت فهم شديد يا عبد العاطي، انت بالذات انا شنو طالع نازل معاه عايز تبني التهمه في اختي؟ معقول يا اخي وين ارمي التهمه في اختك؟ هذه حقائق. هذا ابن حق. انا زي شنو؟ انا دكتور عيش. لا يعني افهم من كده يعني اخوي انا دكتور سعيد خلاص راح. ما في زول قال معهم ديل مش كان افضل لو بيتي معهم هناك؟ والله هم اصروا لكن انا قلت لهم لا يمكن لا يمكن اخلي جبوره برا. منو اللي اصروا ديل؟ ماما وبابا. ماما وبابا ديل انا اتصلت عليهم وقالوا انت ما كنت معهم. كنت وين؟ تتجسس علي يا جبوره؟ انا دنيا بتلبس مهندس عصام. ما يهمني. تتجسس علي؟ ما يهمني بس مهندس بس بزوج بس حكيم ما بعرف. كنت وين؟ كنت بتتدرج على بابا؟
يسترق على بابا وعليك وعلى اي دول. وانا كمان دنيا وريني كنت وين. والله هسه عاوز تضربني يا جبوره. اوعد تقول يا جبوره دي سامع. انا اسمي جابر بلال. كنت وين؟ ساعات حاكون بين السماء عليك. الله ما تزعل. حقول العفو والعافية. أنا ما زعلان منك. العفو والعافية. العفو وما أوصيك سعيد أول ما يصحى تضربوا لي طوالي لأنه أنا حأجي وأسوقه معي. إن شاء الله يصحى. إن شاء الله نلقاه. معليش أنا خلاص موعد الطيارة قربت تأخرته. هيا بنات ما أوصيكم أمكم. ها تمشي وتجي بالسلامة إن شاء الله يا عمو. طيب السلام عليكم. شو ضربني كيف يا بابا؟ انا كلمتك قلت لك والله انك انسان قلبك ما فيه. انت حيوان حيوان. سعاد سوق بنتي تخشي جوا. ما خشي جوا الا خلينا حل مع المتوحش ده. خلاص بقيت متوحش هسه بعد ما لغفت كل اللي عندي تقول لي متوحش. جابر قصدك شنو؟ انت بالذات عارف انا قصدي شنو. انت متخلف. هي تسكتي والله جابر. يا اخي قلت لك ما عايزك طلقة تشتري السغالة وتقلت الدم دي بس عليك وعلى دمك. يا جابر زودتها كتير. ما انت كده في الاول اسعني قول لي ضربتها ليه؟ كمان بتقول ضربتها؟ اما فتحت في بلاغ الله ينعني. يا ريت يا ريت عشان 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 اخذ حقي كامل على دايره المليم واخليكم على الحديده. سعاد حد الله يشوفك. قلت لك ما عاوزه ما عاوزه. ثاني يا راجل قلت لك ما عايزه ثالث. يا دنيا اهدي اهدي شويه. جابر امشي يا اخ مرتبك تعال بعدين نتفاخر. يا انا ما هتحرك من هنا سنتيمتر الا هي معاك. ما فهمش معك ما فهمش معك. دنيا اسمع كلام بابا وامشي مع زوجك. هاي اسمع كلام بابا اسمع كلام بابا واتبع زوجك كلام بابا. We'll be right back.
يا قدامي عم بلال. عم بلال عم بلال يا دوب ليش بدنا نقول بارد كده؟ عم بلال عم بلال يا دوب اصحى. عم بلال عباس خلاص اعترف، بس باقي نعرف منو اللي كلفه بالعملية. نفس الكلام اللي قاله سعد بيتفق مع كلام حراس المتحف اللي قاله شافه وشه. يعني شو؟ يعني مش جاهز يكون هو ذاته؟ لكن ما أنا أرجع مكانك. جرب أنت لما أنا ماذا تصدقني؟ أنا اتصلت بعناصرنا وطلبت منهم ياخذوا معاهم سناء. سناء؟ أيوه. وهو حيقدر يتعرف عليهم يعني؟ أكيد، ولا ما كنت حخلي سعد يسافر؟ لا لا ممتاز ممتاز، خلاص نتلاقى آخر اليوم. حاضر. سليمان. أيوه. سليمان معروف سليمان. ولا لا 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 سليمان معروف سليمان. يعني انت اللي اعترف عليك عباس؟ انا معك كتبته. كتبته منو؟ عباس احترم عليك عشان هاي رفاعي بالحيل ما عرفتك. سنة؟ سنة منو؟ أيوة صح 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 دي النمرة اللي اديها لها سعد. على كلا خليه يكلم بلال. سافر؟ سافر متين؟ لا لا ما تكلمني والله. أها سعيد ولا رجع؟ غريبة قال راجع. لا خلاص مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جداه المرة دي كوش سعيدة من الزوجة رجل دي موتت البلد تاني. يا أخي قول بسم الله. قول بسم الله كده أشرب شاي. قال لك تبينا يا أخي. أخي شاشو يا أخي شاشو أنت عارف الناس دي بالتأكيد في معلومة داسينها مننا. ما هو استحالة استحالة ما يكون في أي زور عنده معلومة عن دكتور كمال. يا أخي أكيد ده شغله. بالمناسبة الصحافة كتبت قالت في بعض المواطنين شافوا سعيد. شوف يا دكتور ضم الخطأ اللي أنا وقعت فيه. خطأ؟ أيوه. تعرف نحن فجأة اكتشفنا أنه سعيد عنده توأم اسمه سعد ومغيم في الخليج. أول مرة ظهر فيها كلنا افتكرناه سعيد. يعني ده كلام جرايد؟ بس أنا لازم أقابل هدى وأتكلم معها. هدى؟ أيوه. عندك مانع؟ أبداً أنا ما عندي مانع، لكن أعتقد هي تكون عندها مانع. لا لا هي ما تكون عندها أي مانع لأنها قابلنا أكثر من مرة وتكلمنا. قابلته؟